السلام عليكم. وفقاً للتقارير الرسمية، سيصل عدد المسنين فوق 60 عاماً في الصين إلى 300 مليون بحلول عام 2025. أصبحت شيخوخة السكان أزمة ديموغرافية حقيقية تواجه المجتمع الصيني. هل تستعد الصين لاستقبال مجتمع شيخوخة؟ قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كاتشان في مايو الماضي خلال الدورتين: تمتلك الصين 900 مليون يد عاملة يمكنها تكوين ثروة هائلة. لا شك أن القوة العاملة الضخمة أحد أهم العوامل الرئيسية لنمو الاقتصاد الصيني السريع على مدى العقود الماضية. لكن مع عزوف الناس عن الإنجاب يستمر العائد الديموغرافي في التلاشي تدريجياً. في السنوات القليلة الماضية انخفض عدد المواليد في الصين بشكل واضح، 17 مليون و 860 ألف في عام 2016 و 17 مليون و 230 ألف في عام 2017 و 15 مليون و 230 ألف في عام 2018 و 14 مليون و 600 وخمسون ألف في عام 2019، الأمر الذي دق ناقوس الخطر بشأن نقص العمالة في الصين مستقبلا. تراجع الرغبة في الإنجاب بالصين له أسباب متنوعة، وأهمها ارتفاع أسعار الشقق في المدن الكبرى. مثلا قد تنفق أسرة عادية في بكين ما تكسبه لمدة 24 عاما من الأموال لشراء الشقة. ثانياً، تكلفة تربية الأطفال مرتفعة. على أسرة في طبقة المتوسطة أن تصرف 30 ألف يوان، أي نحو 4600 دولار على طفل واحد في السنة. ثالثاً، نسبة مشاركة النساء في سوق العمل مرتفعة، وقد يؤثر الإنجاب على أعمالهن. ومن أجل تشجيع الأزواج على الإنجاب، تخلت الصين عن سياسة تنظيم الأسرة لتسمح كل زوج بإنجاب طفلين بدل طفل واحد منذ عام 2011. لكن هذا التغيير لم يؤدي إلى ظهور الموجة المتوقعة للولادة، وتبدأ الآن دعوات متعالية للسماح بإنجاب 3 أطفال في المجتمع الصيني. ما يتماشى مع تدني نسبة الولادة هو زيادة السريع لعدد كبار الصين. وفقاً لجمعية علوم الشيخوخة الصينية، ازداد عدد المسنين خلال العقدين الماضيين بقدر 123 مليون شخص ليصل إلى 254 مليون، ما يمثل 18% من عدد سكان الصين. وأصبحت الصين الدولة الوحيدة التي تجاوز عدد المسنين فيها 200 مليون. وحسب توقعات الخبراء، ستعاني الصين فجوة مالية تتراوح قيمتها بين 8 تريليونات و10 تريليونات يوان للمعاشات التقاعدية في العقد القادم. من أجل سد الفجوة ومعالجة نقص العمالة، يتصاعد الحديث عن تأخير سن التقاعد في البلاد. وفي الوقت الحاضر تبلغ سن التقاعد للرجال 60 عاماً وللنساء 55 عاماً. وفي المستقبل قد يتم رفع سن التقاعد للرجال إلى 65 عاماً وللنساء 60 عاماً. مثلاً ربما ستقاعد في عام 2050. أما اليابان التي شيخوختها تفوق كل دول العالم، فستقوم بسن قانون يدعو الشركات إلى السماح للموظفين بالعمل حتى 70 من عمرهم. مجتمع شيخوخة تحدي، لكنه يأتي بالفرص أيضا. سيشكل 300 مليون مسن مجموعة استهلاكية ضخمة وسوقا كبيرة. هذا هو ما تطوره الصين الاقتصاد الفضي، بهدف تزويد كبار الصين بما يلبي احتياجاتهم مثل آلات التدليك والكراسي المتحركة ومنتجات العكازات وغيرها من الضروريات اليومية، مثل المكبرات والأجهزة المساعدة على السمع والهواتف الذكية
والأدوات التمريض، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من منتجات المسنين. يحتاج كبار الصين أيضا إلى نظام ضمان اجتماعي ونظام معاش كامل. بالنسبة للمعاقين والمصابين بالخرف، فإن أكثر ما يحتاجون إليه هو الرعاية والتمريض على المدى الطويل، وهو أمر مكلف للغاية. لذلك ابتدعت الصين تأمين الرعاية طويلة الأجل في عام 2017، وأطلقت مشاريع تجريبية في 15 مدينة لحل هموم كبار الصين. تؤكد الخطة 15 التي أصدرتها الصين مؤخراً أنه في السنوات 5 المقبلة لا تعزز الصين تطوير صناعة الرعاية للمسنين وتحسين نظام خدمات رعاية المسنين فحسب، بل ستخلق أيضاً فرص عمل مناسبة لكبار الصين. أثناء مواجهة الشيخوخة، آمل أن تزود الصين شعوب العالم بأفكار مبتكرة في الوقت الذي تتعلم فيه من تجارب الدول الأخرى.